صباحكم الله خير وعافية وسرور. تحياتنا من كندا من مقاطعة أوتاوا أونتاريو، العاصمة هي أوتاوا أونتاريو. احنا حاليا في تورنتو أو جي تي أي يسموها، وجيت من ساقة معكم متحدثكم دكتور ليث تعبري رئيس الشبكة العراقية الكندية. أنا أضطر أتكلم سريع، أكو جماعة يقول ليش تتكلم سريع، لأنه حتى أختصر الوقت عليكم علي. أخوان كنت مسافر سابقا، جت صارفت حادثة لطيفة جدا جدا، تجربة رائعة لأربع عوال عراقيين ناجحين جدا. يعني احنا طبعا هم سلمت عليهم وجعت من السفر، هم جو كلهم كفالات مشروع، اثنين جو عن طريق منظمة الخلاص واثنين جو عن طريق المكونات العراقية، وما حد يعرف الثاني، عيد ما حد يعرف الثاني، وكل واحد في مكان في تركيا. وصلوا قبل 10 أيام. أنا حقيقة كنت مسافر في رحلة عمل في الإمارات ودول الخليج، وللأسف ما قدرت أقوم لهم بالواجب استقبالهم. على حاولت بأنه أتواصل وياهم وأسلم عليهم، وإن شاء الله إحنا راح يعني نوعا ما نقدم لهم بعض المساعدات، لكنه طلبوا من عندي أنه عدم ذكر أسمائهم أو عناوينهم لأنه يتحفظون بسبب أمور شخصية لهم، ولو أنا ما مؤيد بهالكلام يعني خي يزعلوا علي، لكن هاي نوع أعتبرها من الأنانية. أكيد هم يزعلون. كنت أتمنى بأنه يشاركونا بهذا البث، على الأقل يعلقون حتى يقدرون ينقلون التجربة الناجحة. نعم، بس هم وافقوا أنه أتكلم عن التجربة الناجحة اللي صارت معاهم. أخوان هم إحنا أنا عملت لهم شخصية، أنا مسكت الملفات مرتهم أربعتهم، حتى اللي يسأل ايش قد طولت كل عائلة شكل، اكو عائلة طولت سنة 8 أشهر، اكو عائلة سنة 3 أشهر، اكو عائلة فاجئونا سواها بأقل من سنة، نعم، واكو عائلة سنة ونص تقريبا. المهم يعني ظروفهم مختلفة، صار تعارف بيناتهم، لأنهم هم لما قابلوهم أنا كنت أحاول أعطي كل واحد يقابل أعطي تليفونه بعد ما يوافق للثاني حتى يقول له بالمقابلة إيش سوى. شوف شلون رتبوا أمورهم. أولاً قدروا يرتبون أمورهم، ودوا إيميل إلى الهجرة الكندية، وهذا دون علمي، أنا ما أدري، هاي جهود من عندهم، لأنه هم 4 أيام يسافرون سوية. شوف أول شيء فعلاً رتبوا لهم السفر في طيارة واحدة، اللي وهذا شيء رائع جداً وفاجئني. ثانياً أكو واحد من عندهم عند ريال استيت يعرفون اتفقوا ويأجرون بيت، هذا البيت بأربع طوابق، يعني عبارة في البناية 4 طوابق، اتفقوا بيناتهم أجروا البيت كله وقسموه بيناتهم 4 طوابق، وهذا قريب واحد من عندهم هو اللي كفلهم، هو اللي يكفل قدام المؤجر. والله يعني حقيقة في شيء مفرح جداً، بحيث كل من اجى لقى طابق كامل اللي هو مثل الشقه صاير، وسعر جدا رخيص يعتبر مثلا الى البقيه الاسعار، لطيف جدا والله العظيم حقيقه. ما شاء الله عليهم، يعني اللي افتهمته بانه واحد من عندهم عنده رخصه سواقه دوليه، وهاي نحاول نصور لكم هلا اجواء شو موجود. رخصه سواقه دوليه، مأجر سياره من شركه تأجير سيارات، فان كبيرة، وهاي الفان الكبيرة مشاركين بيها 3 عوائل، 4 عوائل عفوا، ومكفيتهم كلهم، فان كبيرة كلش، هاي اللي شيل ما ادري ايش قد يعني 10 انفار او 12 انفار، مال هاي الكبيرة ما شفت لحد الان، ومأجرين سيارة بحيث يتنقلهم كلهم سوية، والاجار مشتركين، هذا يسوق بالرخصة الدولية مالته، والبقيه مأجرين للغاز، ما غاز غالي اكيد، والاجار مالتها كل شيء، كل حاجه اربعتهم. بعد شنو اللي طيف؟ المعارف مالتهم اربعتهم، واحد يطيب معلومات للثاني. يعني انا دحشيكم اليوم، احنا اليوم 26 بالشهر، اليوم جمعه، كل عام طيبين. اليوم صوروا واحد من عندهم حصل على عمل في مصنع عن طريق معارف عائلة ثانية، هذا واحد حداد ظهر أو لحام مدري شنو، حصل عليه الشيء زين. اخوان هاي التكاتف،
هاي أربع عوائل نجحت وصلت لهنا تكافوا بيناتهم، ماكو داعي المشاكل والحسد والكذا، شوفوا شلون طاقة إيجابية قلتوا الكلام زين. جو هنا كلهم وطبعا ايش قالوا لي ضحي يقلدون علي، قالوا الدكتور هالمرة راح تجيك أربع هدايا في سلة واحدة. أنا كل واحد موصي على هدية بينه وبينه، هو عائلة موصيهم رجل شو ترايد أكو يسمونه القرآن الناطق، هاي تخلي القلم يطلع للآية ولا شنو، أكو عائلة طرب عندهم بقلاوة. إي والله قالوا لي في كل، وأنا ما أدري، أنا هاي الفترة كلها ما أعرف إنه هم كلهم متفقين. فاجأت أجوا طيارة واحدة زين. الأسئلة الجانبية الأخرى إخواني، هم كفالة مجتمعية، عائلتي عندهم شط ملتجئ وعائلتي عندهم فسفورة، وقدمنا لهم هالأوقات التقريبية اللي قلت لكم عليها. طبعا كل من دفع الكفالة المجتمعية مالته، وكل من دفع الأجور مال الجمعية، الأجور الجمعية كانت نصين، نص دفعها مقدمة أصور، والله ما أتذكر بالضبط إيش قد، أصور معدل 6000 دولار دفعوا للجمعية للعائلة كاملة، أصور 6000 أمريكي يمكن يجي زين، نص دفعوا مقدمة ونص بعد الموافقة النهائية. يعني هاي الموضوع البسيط، أنا ردت العائلتين دول إذا يحبون يشاركوا بهذا البث، أو العائلة الأربعة عفوا، بس مجرد يحطون أي اسم، أي اسم أبو علي أبو محمد أبو عم أيا كان. وطبعا عائلة من عندهم من إخواننا المسيحيين حبايبنا، المهم أبو يوسف هذا الوحيد، أبو يوسف نقول اسمه زين. فأبو يوسف إذا أي واحد يحب يشارك يعطي تعليق هنا ويانا، حتى الجماعة يستفادون، خطي يسألوهم عن هاي التجربة الناجحة جدا. أشكركم إخواني، أنتم ناجحين، تعلمت من عندكم هالمرة، أتمنى بقية العوائل تقتدي بيهم يا رب، إن شاء الله الكل يجي. إحنا الكفالة المجتمعية لازالت مفتوحة، اللي عنده فسفورة، اللي عنده شرط ملتجئ، اللي عنده كارت أزرق من مصر، اللي عنده أتستيشن لتر من أردن، وهكذا لازالت موجودة وناجحة جدا حاليا، جدا ناجحة. أكو دي يتأخرون صحيح، أكو تأخير دي يصير، وهذا التأخير إحنا بدنا نطالب بدنا نقدم بنوع من الشكاوى ويانا جماعة أحسن عندنا ما شاء الله، هم دي يحاولون يقدمون شكاوى على الهجرة الكندية إنه دي يصير تأخير، لكن الناس دي يجون. السلام عليكم، بتوليك الكامل، يوم سعيد إن شاء الله.